I grew up with this beautiful music when I was a young boy in Baghdad, but I never really asked myself who wrote this music. حافظين على الـ على الـ الموسيقى ليش كل اثنين تجون هنا Do you know the musicians? Yes. Who are these musicians? قالوا لازم نطلع لا رجعة إلى العراق كتبوا هيك باعتبارك موسيقي أنا تعرفت على الموسيقى الجميلة التي تؤثر بي وتأثر وهي على شفاه الكثير من العراقي بعد ذلك اكتشفت أنه هذه الموسيقى ليهود وإحنا اللجنة راح نسمع كل ما مسجل بالإذاعة والتلفزيون وإحنا نحكم هذا جيد يبقى وهذا سيء يحرق يحرق If we are Jews or Christian or Muslim or Sunni, Shi'i, Shi'u'i, yeah, it doesn't matter. The music is the connection.